بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أمين البارودي. أول حاجة عيد مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم الصحة والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله. اليوم جيت نقدم الاعتذار ديالي لكافة الشعب المغربي بسبب الكلام الساقط والنابل اللي صدر مني أثناء الوقفة اللي كانت يوم السبت الماضي بمقهى باليما، اللي انضمت على حركة 20 فبراير بتنسيق مع حركة مالي اللي تتزعمها زينب الغزوي، اللي الكل تيعرف بانها صحفيه قامت برسوم كاريكاتوريه للرسول عليه الصلاه والسلام. واللي انضمت الوقفه هي ابتسام الشقر، عضوه بحركه 20 فبراير، وايضا في من ماروك. صدر مني واحد بزاف ديال الاشياء، كان هناك الضرب والشتم. تنعتذر مره اخرى على الكلمه اللي قلت، هذه دوله اسلاميه يا ولاد. يعني هذاك الشيخ ما قلتوش بالعاني، يعني كنت في واحد اللحظة كنت مع الصب وواحد صحفي أجنبي من جريدة إسبانية، يعني قام بالاعتداء وضربي بآلة حادة مما زاد في الهيجان ديالي. يعني الكلام الساقط أعتذر عنه مرة أخرى. أول حاجة أنا ضد الاعتقال ديال هذوك المراهقين اللي استغلوه بعض الجهات استغلال بشع، واستفدت منه مجموعة من الإذاعات الأجنبية لتشوي سمعة المغرب. يعني الوقفة اللي كانت يوم السبت، يعني كان عدة طرق باش الناس يتضامنوا معها، كرفع لافتات، كقيم مسيرات عدة، لكن باش تجي في مكان عام اللي تدوز فيه كلشي وتقوم وتباوتو تماك، هذا لا. يعني كل واحد عنده حريته الشخصية، يعني لا ليبرتي انديفيديوال، حتى واحد ما يتدخل فيها. بغيتي تاكل رمضان الله يسهل عليك منك المولاك، لكن باش تجي وتتحدى شعب على قدو، عنده تاريخ وحضارة، وهاد الناس ماتوا عليها جدودنا وابائنا، وكانوا مجموعة من التضحيات. يعني عندنا تاريخ لا سياسي لا بزاف ديال الحوايج، جاو هاد الناس بغاو يضربوا كلشي في الزيرو في عرض الحائط. احنا لا نقبل بهاد الشيء، وتنطلب من الشعب المغربي باش يدير المبادرة. هاد الشكاية اللي رفعت الوكيل الملك والبارح، يعني هنا فيها شكاية بنشر قيم الانحلال والتفسخ الأخلاقي وخرق القانون الجنائي. لوبجيكتيف ديالنا هو غنوصلوا لألف شكاية إن شاء الله اللي غنوضعوها ضد هاد حركة مالي وحركة 20 فبراير. واللي بغى هالنموذج إن شاء الله غادي ننشروا على الصفحة ديال الفيسبوك. يعني الشكاية غتكون باسم يعني ضد ابتسام الشقر، نزار بن نماط، وسفيان فارس، وواحد الأجنبية فرنسية لحد الساعة ما عنديش الاسم ديالها. مرة أخرى أكرر اعتذاري للشعب المغربي بسبب الكلام الساقط، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.